طبعا سنة جديدة. كان أبرز ما فيه سواء البرنامج المنتخب الوطني الأول استعداداته للبطولة الأفريقية بشكل سريع، استعدادات البطولة كأس الأمم الأفريقية، البرنامج الإعداد للمنتخب الأولمبي، لقائين مع الأوزبكستاني والأوزبكستاني، ثم تلقى الاتحاد دعوة من الجانب الفلسطيني على إقامة مباراة بين المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب الأولمبي الفلسطيني في القدس يوم 16 مايو. وافق المجلس من حيث المبدأ بعد موافقة الجهاز الفني. سيد الراجل هو اللي من الملف الدوري هو اللي متوليه، اظن ان هم اعلنوا النهارده عن مجموعه الاسابيع، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في انتظار بقى الموقف عشان استكمال مسابقه. احنا عارفين ان الاسابيع الاخيره بيبقى فيها الناس بتلعب في نفس الايام او نفس التوقيت، سواء في الصعود او الهبوط، اسف في البطوله او صراع البقاء، فديت يعني ان شاء الله باذن الله هتتحدد في الايام المقبله.